الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي يسر هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء نافعا ومباركا. أيها الإخوة الكرام، نلتقي مع موضوع يتعلق بحكم التمثيل والمسلسلات. وشأن التمثيل لا يخفى عليكم، وقد عمت به البلوى وانتشر في السهل والجبل، وألفه الناس وتعلقوا به وأشربوا حبه، ولكن ينبغي للمسلم أن يتعرف على حكمه، فإنه ما من أمر ينزل بالمسلمين إلا وينبغي أن يتعرف المسلمون على حكمه. هل هو مباح؟ هل هو مكروه؟ هل هو حرام؟ حتى يكون على بينة من أمره. ولقد ألف كثير من العلماء المعاصرين في هذا الموضوع، وبينوا حكمه بدلائل الشرع وبقواعده العامة. وسأعرض إن شاء الله تعالى للموضوع من زاوية معينة، وهي قراءة في بعض الأبحاث التي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتاب أفرده في الموضوع، وسماه التمثيل حقيقته تاريخه وحكمه. وهذا الكتاب من الكتب المختصرة، وهو جزء لطيف ألفه في الموضوع لما عمت البلوى بهذا التمثيل، وخصوصا ما يسمى منه التمثيل الديني، لأن التمثيل ينقسم إلى قسمين: قسم معروف في الاعتياد والذي يقصد به مجرد الترفيه ويعني ملء الفراغ، وهناك قسم آخر يقصد به التعبد، يسمونه التمثيل الديني، المسلسلات الدينية أو التاريخية التي تحكي أمجاد الإسلام وتؤرخ لعظماء الإسلام كالخلفاء و كالعظماء وكالأئمة، وهذه كلها معروفة، وسيأتي الكلام في شأنها إن شاء الله تعالى. طبعا ألف المؤلف رحمه الله تعالى كتابه وضمنه 7 أبحاث، وسنمر سريعا ولا نقف عند كل الأبحاث التي تعرض لها، لأنها يعني فيها تدقيق وتعميق في أمور لا نحتاجها في الغالب، وإنما نركز إن شاء الله تعالى الكلام على 3 مباحث أراها والله أعلم يعني وافية للمقصود، لأنه ذكر في المبحث الأول ما كتب في هذه النازلة تبعا واستقلالا، يعني من ألف فيها تبعا يعني ضمنها بعض الكتب وجاء بذكر هذه المسألة، ومنهم من جعل تأليفا مفردا لها، يعني استقصى ذلك رحمه الله تعالى. وذكر في المبحث الثاني حقيقة التمثيل وأسماءه، يعني ما هي حقيقة التمثيل وما هي الأسماء التي عرف بها، يعني هذه كوميديا، هذه تراجيديا، هذه كذا كذا، وهذا لا نحتاجه كثيرا. ثم ذكر المبحث الثالث في تاريخه وأصله في الاعتياد والتعبد، وهذا سنقف معه قليلا إن شاء الله تعالى. أما المبحث الرابع فذكر أنواع التمثيل، والمبحث الخامس ذكر الغاية منه والأهداف التي يتوخاها أصحابه، والمبحث السادس جعله في المدرك الفقهي الشرعي لحكمه، وتناول فيه الأمر على 3 مراتب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما المبحث السابع فجعله في بيان بعض الشبه والجواب عنها. إذن نمضي مباشرة إلى المبحث الثالث، حيث ناقش فيه تاريخ التمثيل وأصله في الاعتياد والتعبد. قال رحمه الله: أصل حدوثه، أي حدوث التمثيل عند غير المسلمين، ابتداع في العبادات، ثم انتقل إلى العادات للتسلية والترفيه، ثم تسرب التمثيل بنوعيه إلى المسلمين فشكل ظاهرتين في قالبين: التمثيل الديني والتمثيل الترفيهي. وعن حدوثه في التعبد لدى غير المسلمين، فقد رجح بعض الباحثين أن نواة
التمثيل أي بذرته الأولى من شعائر العبادات الوثنية لدى اليونان، واليونان كما تعلمون هي حضارة يعني قديمة وعريقة، وكانت حضارة وثنية كما تعلمون، وكانوا يعني يعبدون الآلهة والأصنام، ولهم آلهة الشمس وآلهة يعني المطر وكذا. وكان أول حدوثه في ديار الإسلام بوصفه الحاضر يعني بشكله المعاصر المعروف على يد نصراني وهو مارون النقاش اللبناني، يعني أول من أحدث التمثيل بشكله المعاصر في بلاد الإسلام هو مارون النقاش اللبناني، إذ عمل أول تمثيلية عام 480,000 للميلاد كما في تاريخ الأدب للزيات، وكان ذلك قبل 50 و100 سنة كما يقول، يعني وتأليف الشيخ كان قديما، ونحن الآن في هذا التاريخ يعني أي قبل 77 سنة و100، يعني 177 سنة باش يعني مرت أول تمثيلية في بلاد الإسلام. ثم في بلاد الشام فمصر على يد أحد الممثلين الدماشقة المتوفى سنة 20,300,000 للهجرة، وهو أبو خليل القباني. أبو خليل القباني قال الزيركلي في الأعلام في ترجمته له، الزيركلي طبعا له كتاب في التراجم ترجم فيه للعلماء والأعلام في القديم وفي الحديث، وذكر فيه جملة من المعاصرين، قال من أوائل منشئي المسرح التمثيلي العربي في الشام ومصر، أنشأ مسرحا للتمثيل بدمشق عرض فيه بضع روايات غنائية من وضعه وتلحينه، وأنكر عليه بعض الشيوخ إتيانه بهذه البدع. لاحظوا وهذه مهمة، يعني حينما نذكر هذه التفاصيل لابد أن يتفطن من يسمع هذا الكلام إلى أن الأمر لم يمر هكذا دون نكير، وإنما حين ابتدع هذا الرجل هذا الأمر في الإسلام أنكر عليه بعض الشيوخ إتيانه بهذه البدعة، فشكوه إلى حكومة الأستانة، والأستانة هي عاصمة الخلافة العثمانية يومئذ في تركيا، شكوه إلى حكومة الأستانة ومنع من الاستمرار، منع من الاستمرار في هذا الأمر، فاحترف التجارة يعني غير يعني مهنته وحرفته، إلى أن قال الزيركلي وولي دمشق أحد رجال الإصلاح المشهورين من الترك وهو مدحت باشا، فدعاه إليه وأذن له بالعودة إلى ما كان قد بدأ فيه. ثم ذكر تفاصيل أخرى من أنه يعني رحل إلى مصر ومعه جوقة من الممثلين والمنشدين، فبدأ بتمثيل أنيس الجليس وعلت شهرته وكثر الآخذون عنه، يعني أنشأ يعني بعض المعاهد وأخذ الناس عنه التمثيل، واقتبس من الأدب الغربي قصصا عن كورني الفرنسي وغيره، وسافر إلى العاصمة العثمانية الأستانة وأمريكا ولقي نجاحا، ثم عاد إلى دمشق. هذا باختصار يعني أول حدوث مسألة التمثيل في بلاد المسلمين. المبحث الخامس حسب ترتيب الشيخ بكر رحمه الله تعالى في كتابه، غاياته وأهدافه، ما هي الغاية التي يتوخاها منشئ التمثيل ومحترف التمثيل، وما هو الهدف الذي يريد أن يصل إليه؟ هي باختصار يجمعها قصد التأثير بإصلاح أو بإفساد، يعني الممثل يقصد أن يؤثر على الناس الذين يشاهدون تمثيله إما لإصلاح أحوالهم أو لإفسادها، وينبغي التنبيه إلى أن الفاسد منها يظهر بقصد شغل الفراغ، لا بد لكل مسلم يعي يعني قواعد الإسلام أن يعلم أن هذه الأمور التي يقصد بها شغل الفراغ، يعني هناك تمثيليات لا ينتفع المشاهد بها وإنما يمضي بها وقت فراغه، فهي تدخل في القسم الفاسد، تدخل في قسم الفاسد كما سيتبين، لأن الأوقات من أعز ما يمتلك العبد المكلف، فينبغي أن يصرف الأوقات في الطاعة وفي الأمر المباح الذي ينفعه في دينه أو في دنياه. إذن يظهر بقصد شغل الفراغ أو الترفيه، وتصاغ له الأساليب، يعني يسمى بأسماء يعني جذابة،
فيسمى بالترفيه الهادف أو الترفيه البريء أو الفني الراقي وهكذا. وهذا في الحقيقة من تزيين الشيطان أن تسمى المحرمات بغير اسمها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما سيشربون الخمر وسيسمونها بغير اسمها. الآن الخمر تسمى بالمشروبات الروحية، وكذلك الربا يسمى بالفوائد، فوائد البنكية وهي في الحقيقة الربا. وقس على ذلك حتى إن الله سبحانه وتعالى لما أذن لآدم عليه السلام ولزوجه أن يأكلا من الشجرة حيث شاء منعهما من أن الأكل من الشجرة الواحدة، شجرة واحدة لا تقرب هذه الشجرة، فجاء الشيطان فوسوس لهما وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هذه الشجرة إذا أكلت منها فإنك تخلد ولا تموت ويصير لك ملك لا يبلى ولا تفنيه الأيام. إذن من تزيين الشيطان أن تسمى المحرمات بغير اسمها بأسماء تجعلها قريبة ومحببة للنفوس، لأن الشيطان إذا أتاك فقال هذه معصية وهذه كبيرة وإذا ركبتها واجترحتها فإن مصيرك إلى النار، لا شك أن الطباع السليمة السوية تأنف منها ولا يمكن أن تغشى تلك الأمور وتلك الكبائر، لكن تأتي هذه التسميات وهذا التزيين من الشيطان حتى تقبل النفوس الضعيفة هذه الأمور فتركبها وتشتغل بها. المبحث السادس في المدرك الفقهي لبيان حكم نازلة التمثيل، يعني لا شك أن الفقه له يعني علاقة بهذا الموضوع، فلا بد أن يستدعى الفقه وقواعده من أجل أن نزن هذه النازلة بميزان العلم وميزان الشرع لنرى هل هو مباح أو هو محرم. قال رحمه الله هل التمثيل محرم لذاته تحريم غاية فيشمل جميع أقسامه وأنواعه سواء في العبادات أو العادات، إذن هذا الاحتمال الأول، أم أن أصله الإباحة والحكم عليه بحسب موضوعه فيتنزل الحكم التكليفي عليه بحسب موضوعه. الحكم التكليفي يقصد بذلك ما تعارف عليه الفقهاء بالأحكام التكليفية، يعني هل هو حرام أم هو فقط مكروه أم أنه مباح أم أنه مستحب أم أنه واجب، هذه الأحكام التكليفية. يعني قال أم أن أصله الإباحة، يعني يمكن أن يكون هذا التمثيل مباحا في الأصل لكن يحكم عليه بحسب الموضوع الذي يتطرق إليه فيتنزل عليه الحكم التكليفي بحسب موضوعه. المرتبة الثالثة أم الإباحة لأصله وموضوعه، أم يمكن أن نقول أنه مباح في أصله وفي موضوعه، أما النهي إنما يكون لما يحف به من بعض المحرمات فيكون من باب تحريم الوسائل. ثم ذكر توجيه تحريم التمثيل لذاته، يعني بدأ بالمسألة الأولى كيف يمكن أن نوجه من الناحية العلمية الشرعية الفقهية أن التمثيل محرم لذاته. قال إذا علمت أن التمثيل منقطع الصلة بتاريخ المسلمين في خير القرون وأن وفادته إليهم كانت طارئة في فترات وأنه في القرن الرابع عشر الهجري استقبلته دور اللهو وردهات المسارح ثم تسلل من معابد النصارى إلى فريق التمثيل الديني في المدارس وبعض الجماعات الإسلامية، لأنه قد ابتليت بعض المدارس وخصوصا في القرن الماضي أن تسلل هذا الموضوع فغزا المدارس، يعني تجد في المدارس أنشطة تعتني بالتمثيل أنشطة ويجند لها الأساتذة والطلبة الذين لهم شيء من الجرأة فيدربون على تمثيليات وعلى تشخيص بعض الشخصيات، وكذلك بعض الجماعات الإسلامية التي تستخدم التمثيل من باب الوسائل الدعوية إذا علمت ذلك فاعلم أن قواعد الشريعة وأصولها وترقيها بأهلها إلى مدارج الشرف والكمال تقضي برفضه ورده من حيث أتى. وهذا بيانها، أولا معلوم أن الأعمال إما
عبادات أو عادات، يعني كل الأعمال إما أن تكون عبادات وإما أن تكون عادات. فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها أي لا يمنع منها إلا ما حظره الله. هذه قاعدة معروفة، يعني الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، لا يمكن أن نجتهد فننشئ عبادة ونزعم أن الله سبحانه وتعالى يرضاها لعباده وأنه يأجرهم عليها، لأن الأمر مبني على التوقيف. أما في العادات فالأصل أنه لا يمنع من عادة من العادات حتى يأتي مانع في الشرع، إما نص بخصوص ذلك وإما أن يستنبط الفقهاء يعني من قاعدة شرعية من الأحكام العامة للإسلام أن الأمر يعني محظور وأنه ممنوع فتمنع تلك العادة لهذا السبب. وعليه فلا يخلو التمثيل أن يكون على سبيل التعبد، بين قوسين التمثيل الديني، أو من باب الاعتياد على سبيل اللهو والترفيه. فإن كان على سبيل التعبد، لاحظوا، إن كان يقصد الممثلون بإنشاء هذه التمثيليات وبإخراجها وبلعبها على المسارح أو في غيرها من المنتديات والمعاهد، إن كانوا يقصدون بذلك التعبد فإن العبادات موقوفة على النص ومورده، والتمثيل الديني لا عهد للشريعة به، فهو سبيل محدث ومن مجامع ملة الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأسوق إليك هنا أمرين مهمين، لاحظوا يذكر رحمه الله تعالى أمرين مهمين. أحدهما هذا النوع من التمثيل، بين قوسين التمثيل الديني، إنما وجد في أمم الكفر لأنهم خواء، ليس لهم شرع قائم يرجعون إليه، ليس لهم شرع قائم يرجعون إليه. أما أهل الإسلام فلديهم الشرع المعصوم من التبديل، الكتاب والسنة، فهم في غناء عن هذه الواردات، يعني لا يحتاجون إلى هذه الواردات. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثانيهما إنما يحصل العدول عن هدي الكتاب والسنة إلى أمثال هذه الوفادات إذا ضعف أهل الإسلام عن تحمل العلم الشرعي وأعياهم تحمله والفقه فيه، فيذهب بهم العجز والخواء كل مذهب، وحينئذ تصادف هذه الواردات قلبا خاليا من نور العلم الشرعي الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتشرب هذه المحدثات. إذا كان القلب خاليا عن فقه الكتاب والسنة وكان العبد له همة ضعيفة تضعف به عن الترقي في طلب العلم وفي العناية بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ ينحاز إلى هذا الأمر، وهذا أمر مشاهد وأمر واقع ومحسوس ولا ينكره إلا معاند. من الذي يشتغل بهذه الأمور؟ هل يشتغل بها العلماء؟ هل يشتغل بها طلبة العلم؟ إنما يشتغل بها من خف علمه ومن ابتعد عن الكتاب والسنة ومن ليست له همة في الطلب، هو الذي يعتني بمثل هذه التفاهات. وقد بلغ الحال بالمسلمين من التمثيل لعظماء الإسلام على خشبات المسارح من رجال القرون المتأخرة، يعني بدأوا بتمثيل رجال القرون المتأخرة، يعني بدأ عندهم الترقي بالعكس، يعني لم يبدأوا بتمثيل القرون المفضلة وإنما بدأوا بتمثيل رجال القرون المتأخرة، لأن حرمتهم أقل في نظرهم، هكذا يظنون أن حرمة أولئك مثلا إلى مثلا الأعلام المتأخرين الذين كانوا في القرن مثلا الثالث عشر أو الثاني عشر وهكذا، وصاروا يترقون إلى أن وصلوا إلى القرون المفضلة، ثم إلى أنبياء الله ورسله، ثم إلى عوالم الغيب. يعني بدأوا يمثلون هؤلاء ثم ارتقوا حتى مثلوا بعض الصحابة رضي الله عنهم، ثم مثلوا بعض الأنبياء، ومنهم من مثل دور يوسف عليه السلام، ومنهم من مثل دور موسى عليه السلام، وهكذا إلى عوالم الغيب. الآن صاروا يمثلون أدوارا للملائكة، فيمثل الممثل بأنه جبريل أو أنه ميكال أو أنه يعني ملك يعني الموت أو هكذا. فهذه كلها يعني من باب خطوات الشيطان الذي يتدرج
بأهله وبقرنائه حتى يوردهم هذه الموارد الوخيمة. قال رحمه الله: وقد ثبت بالمشاهدة في معقل من معاقل العلم الشرعي قيام تمثيلية دينية، يعني يروي أنه قامت تمثيلية في بعض المعاهد، تمثيلية دينية زعموا يمثل فيها مسلم دور مشرك بالله. وطبعا سيأتي إن شاء الله تعالى في الضوابط التي وضعها من أجاز التمثيل، وأنها ضوابط لو اتبعها الناس فإنه لا يبقى هناك تمثيل أصلا. يعني كاين ضوابط وضعها الذين أجازوا التمثيل بأنه لا يجوز تمثيل الأنبياء، ولا تمثيل الصحابة، ولا تمثيل أمهات المؤمنين، ولا تمثيل معين من المسلمين. معين من المسلمين يعني أن يمثل شخص معين، سواء كان إماما أو عالما أو أميرا أو غير ذلك، لا يجوز أن يمثل. وأن لا يمثل دور الكافر، أو دور أن يمثل الرجل دور امرأة، أو العكس، أو أن يمثل دور حيوان أو دور شيطان، أو يعني هذه كلها ضوابط يعني الناس صاروا يلغونها تماما ويقبلون على التمثيل بكل شروره مع الأسف الشديد. إذن قال: هذه التمثيلية يمثل فيها مسلم دور مشرك بالله فيسجد لشجرة من دون الله، لبيان فضل التوحيد، وهكذا كما هو مشاهد ومعلوم، كما هو معلوم ومشاهد. ولقد رأينا أكثر من هذا وأفظع، فقد رأينا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم في التمثيل. لماذا؟ لأن دور الرجل يعني يمثل دور كافر، يمثل دور أبي لهب مثلا، فيسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام ويسب المسلمين، وهذا يقتضيه الدور، ولا يظن المسكين أن هذا من أفجر الفجور ومن أكبر الكبائر. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن العماية بعد الهداية، ومن الضلالة بعد الرشد. وإن نشر الفضائل وإظهار عظمة الإسلام تلتقي فيه الوسائل مع الغاية. يعني إذا كنتم تقصدون نشر الفضائل وتريدون إظهار عظمة الإسلام، فإن الوسائل تلتقي مع الغاية، لأن هذه القاعدة التي يتكئ عليها بعض الناس وخصوصا اليهود ومن شايعهم، يقولون إن الغاية تبرر الوسيلة، أي ما دامت الغاية حسنة ومحمودة فإن جميع الوسائل التي نركبها ونتذرع بها للوصول إلى تلك الغاية الحميدة فهي مقبولة، وهذا لا يقره الشعب. فعندنا نحن المسلمين أن الغايات لها حكم الوسائل، إن كانت الغاية حميدة فلا بد أن تكون الوسيلة حميدة أيضا، ولا يجوز أن نركب الوسائل الخبيثة للوصول إلى غاية محمودة. قال: تلتقي فيها الوسائل مع الغايات بوقفها على منهاج النبوة، وهذا أي التمثيل منابذ لها أجنبي عنها. ثانيا: لا يخلو التمثيل أن يكون أسطورة متخيلة، يعني التمثيل إما أن تكون أحداثه ومجريات هذا الشريط أو هذا المسلسل، إما أن تكون أسطورة من نسج خيال الكاتب فهذا كذب، والنفوس واجب ترويضها على الصدق ومنابذة الكذب، والأساطير المختلقة المكذوبة تشرب النفوس الكذب وعدم التحرز منه. يعني النفوس تتشرب هذا الأمر ولا يبقى عندها احتراز من الكذب. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل. وفي الحديث أيضا: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إذن هذا الأول، إما أن يكون التمثيل أسطورة متخيلة، أو يكون التمثيل حقيقة بتمثيل معين، بتمثيل معين، يقول مثلا هذه شخصية لإمام أبي حنيفة، أو هذه شخصية الإمام مالك، أو شخصية صلاح الدين الأيوبي أو غيرها، هذا يعني تمثيل شخص بعينه، فهذا محاكاة، والمحاكاة منهي عنها بإطلاق، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أني حكيت إنسانا،
أي أني قلدت إنسانا في حركاته وفي صوته وفي طريقة كلامه، وأن لي كذا وكذا، لو أعطيت مالا كثيرا وعوضا عريضا على أن أحكي إنسانا ما فعلت هكذا. وهذا من أبلغ ألفاظ التحريم، وحكيت إنسانا أي قلدته في حركاته وأقواله، فهي غيبة فعلية. يعني هناك الغيبة القولية وهي معروفة، وهناك الغيبة الفعلية. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت في شأن صفية حسبك بها أنها كذا، وأشارت بيدها ولم تتلفظ، قالت حسبك يعني يكفيك منها أنها كذا، أي أنها قصيرة، وهذه غيبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت قولا، يعني وهي لم تقل وإنما أشارت، قال إنك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. هذه الكلمة من قبحها ومن نتنها أنها لو مزجت بماء البحر المتلاطم الذي تغلب عليه الملوحة لمزجته ولا غيرت طعمه. هذا شأن الغيبة الفعلية، لا تقل شأن عن الغيبة القولية. قال وهي كالغيبة القولية في التحريم سواء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن لي كذا كذا، أي ولو أعطيت كذا وكذا. النووي رحمه الله يذكر في كتاب الأذكار، ومن ذلك يعني يعدد أنواع الغيبة وصورها، قال ومن ذلك المحاكات بأن يمشي متعارجا أو متأطئا أو غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف، أي اتفق العلماء على أن هذا حرام. يعني ولا شك أن الممثل يفعل ذلك، يعني يمثل دور رجل أعمى فيتحسس هكذا الطريق، ويمثل دور رجل أعرج فيحمل عصا ويتكئ ويمشي متعارجا، ويمثل دور رجل يعني لا ليست له فصاحة فيتمتم كتمتمته هكذا. إذن هذه من الغيبة الفعلية وهي محرمة كالغيبة القولية سواء بسواء. ثالثا المروءة من مقاصد الشرع وخوارمها من مسقطات الشهادة قضاء، يعني خوارم المروءة تسقط الشهادة في القضاء. يعني إذا جاء في مجلس القاضي رجل وقد عرف بخارم من خوارم المروءة فإنه لا يقبل شهادته، يريد أن يشهد على أمر فيقول له أنت ترتكب كيت وكيت فلا تقبل شهادتك، فلا بد أن يقبل في القضاء شهادة العدل، لا بد، هذا شرط في الشاهد أن يكون عدلا، ومرتكب خارم من خوارم المروءة لا تقبل شهادته قضاء. والشرع يأمر بمعالي الأخلاق وينهى عن سفاسفها، فكم رأى الراؤون الممثل يفعل بنفسه الأفاعيل في أي عضو من أعضائه وحركاته وصوته واختلاج أعضائه، بل يمثل دور مجنون أو معتوه أو أبله أو سكران أو كذا، يمثل ذلك كله لأن الدور يقتضي ذلك، وغير ذلك من الأفعال الشنيعة التي يفعلها الممثل. وقد نص الفقهاء في باب الشهادة على سقوط شهادة المضحك والساخر والمستهزئ وكثير الدعابة، يعني هذه أصناف بعضها يعني أضعف من بعض، وبعضها يعني أضل من بعض، يعني المضحك والساخر والمستهزئ وكثير الدعابة، الذي يكثر من الدعابة كالمهرج مثلا الآن يعني يرفع فوق الرؤوس، يعني نقول نجم الكوميديا مثلا يعني يرفع فوق الرؤوس وتفتح له السدد ويعطى من الجوائز ويعطى من الهبات الشيء الكثير، وهو من أرذل الناس وأخصهم. يعني هذا كان الفقهاء لا يقبلون شهادة، وهو منتشر في كلام الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم. وعليه فلا يمتري عاقل أن التمثيل من خوارم المروءة، ولذا فهو من مسقطات الشهادة قضاء، وما كان كذلك فإن الشرع لا يقره في جملته. ومن المسلمات أن التمثيل لا يحترفه أهل المروءات، هذا من المسلمات أن التمثيل لا يحترفه أهل المروءات، ولا من له صفة تذكر في العقل والدين. يعني هل رأيتم رجلا من أصحاب المناصب السامية يحترف التمثيل؟ يعني عمركم شفتوا شيء وزير مثلا كيمثل،
ولا شي شخصية ولا شي مدير شركة ولا شي كذا، يعني يأنفون من التمثيل لأنه لا يليق بصاحب العقل وصاحب الدين، هذا لا يليق بهم، وإنما يحترف ذلك أراذل الناس. رابعا، الإسلام ينشد لأهله الترقي في مدارج الشرف والابتعاد بهم عن إيجاد طبقة ساذجة دأبها اللهو والتفاهة ونشر هذا التدني في الأمة. والتمثيل لا يمكن أن نرى في الإسلام عظيما في خلقه ودينه وشرفه وكرامة أصله يعتمله أبدا ما لم يكن في مقوماته الأصلية أو المكتسبة اختلال، إلا إذا طرأ عليه شيء من الاختلال أو فسدت فطرته أو انتكست يعني عادته فإنه يمكن أن يلج هذا الباب القبيح. وقد سمي المزاح مزاحا لأنه مزيح عن الحق ومزيح للهيبة عن معتمله، يعني يزيح صاحبه عن ذلك. أما المزاح في الشريعة، يعني لا شك أن المزاح معروف في الشريعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكن المزاح المشروع كان يأتي عارضا، كان يأتي عارضا وعلى سبيل الندرة. ولو تتبع متتبع الأحاديث التي يعني فيها مزاح النبي صلى الله عليه وسلم لوجدها تعد على رؤوس الأصابع، يعني شحال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح مع أصحابه، وأيضا كان يمزح ولا يقول إلا حقا، كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يقول يا ذا الأذنين وكل الناس لهم أذنان. وكان لما سألته المرأة عن زوجها قال ذاك الذي في عينه بياض، ذاك الذي في عينه بياض، قالت والله ما بعينه بأس، قال كل الناس في أعينهم بياض. هذا هو مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءته امرأة عجوز وقالت احملني، يعني أعطني ظهرا أركبه، قال إن حاملوك على ولد الناقة، هي تصورت أن ولد الناقة لا يكون إلا فصيلا صغيرا لا يستطيع أن يحملها، قالت وما أصنع به، قال وهل تلد الجمال إلا النوق، هل تلد الجمال إلا النوق، يعني ذلك الجمل الذي بلغ من الارتفاع غايته فإنه ولدته ناقة. هذا هو مثال لمزاح النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث زهير أيضا كان يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ويقول من يشتري العبد، من يشتري العبد، فيقول أنا حر يا رسول الله، قال ولكنك عبد لله سبحانه وتعالى. إذن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كان نادرا وكان حقا، ليس فيه إسفاف وليس فيه خروج عن جادة الأدب، وليس فيه ما يشين صاحبه وما يذهب هيبته. يعني لو أننا سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هل يمكن أن يخطر في بال أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقصت منزلته أو أن هيبته يعني حصل فيها شيء من الزيغ أو شيء من النقص؟ لا يمكن أن يتصور مسلم ذلك. إذن المزاح في المشروع كان يأتي عرضا وليس حرفة تستهلك الحياة، وأنه محفوف بضوابطه الشرعية من الصدق وعدم الاعتداء على عرض وغيره أو الكذب أو الغيبة وهكذا، وهذه الأمور كلها معروفة في التمثيل المعاصر. خامسا، الوقت عصب الحياة، ينفق في تحصيل ما يعود بالفائدة من دين أو دنيا، كمال يكتسب من حله ويبذل في غير إسراف ولا مخيلة. لكن التمثيل في هذه المسلسلات والمسرحيات تستغرق الساعات الطوال، عدو كاسر على وقت المسلم وامتصاص للأموال، ولا سيما وقد صار حرفة بل فنا له رواده ومدارسه ومسارحه، فكم بذل فيها من جهود وكم أنفق فيها من مال، والنتيجة هراء في هراء ورعونات يأنف من مشاهدتها الفضلاء. الآن لو نظرنا إلى ما ينفق على التمثيل، يعني بالنسبة لتأليفه ولصياغته ولإيجاد أماكن التمثيل ومعداته والأجور التي تنفق بسخاء والمهرجانات التي تقام للتنافس بين هذه الأعمال، لوجدنا أن أموال المسلمين تستنزف في غير طائل. ولو أن هذه الأموال رشدت وأنفقت في المواضع التي ينبغي أن تنفق فيها لما بقي فقير في هذه الأمة، ما بقي فقير في هذه الأمة، ولكن لسوء استعمال هذه الأمور فإن هؤلاء الناس يستغلون هذه الأموال وتفتح لهم يعني جميع الأمور. وحتى قضية الاحتفاء، الآن إذا مات عالم من العلماء أو مخترع من المخترعين، حتى نكون يعني بعيدين عما نحن فيه،
يعني ربما لو قلنا عالم بالشريعة ربما لا، حتى قضية الناس الذين لهم خدمة حقيقية لبلاد الإسلام، من الذي يذكرهم ومن الذي يتذكر يوم وفاتهم؟ لا يكادون يذكرون، إذا ذكر أحد منهم فإنما يذكر في دقائق، في أواخر نشرة إخبارية يقال توفي اليوم كذا كذا وحمل إلى مثواه الأخير، مع أن هذه عبارة أيضا خاطئة تخالف العقيدة، فالمثوى الأخير هو الجنة أو النار، وإنما حمل فدفن. أما العالم فلا يكاد يذكر أصلا، لكن إذا مات فنان من الفنانين فإنه يذكر، ويذكر تقرير عن حياته وعن أعماله وعن بداياته وعن المشاركات التي شارك بها وعن الإضافة التي أضافها لهذا الفن، إما الفن الأول أو السابع أو ما يسمى، يعني هذه كلها. وكل سنة تحل الذكرى لوفاة كذا وكذا، وهذه كلها من العناية بأمور تافهة ليس لها في الإصلاح ولو أصبع واحد، يعني هذا أولى لم يصلحوا شيئا، وإنما أفسدوا جيلا كاملا، صار تافها ليس عنده شيء من المقومات التي في الحقيقة هي سبب نهضة الأمة، إنما تنهض الأمة بالرجال الذين يعلمون العلم الشرعي أو الذين يعلمون العلم النافع من أنواع الصناعات وأنواع الاختراعات والاكتشافات، فهؤلاء الذين ينبغي أن يبذل لهم الأموال من أجل أن يترقوا بأفهامهم وذكائهم وأن توفر لهم جميع السبل، لكن مع الأسف هؤلاء يعني يغيبون، وهؤلاء تجهض أعمالهم، بل يجهز عليهم حتى لا تقوم للأمة قائمة مع الأسف الشديد. سادسا، التمثيل لا ينفك عن الكذب بحال، يعني لا يمكن أن تجد تمثيلا ليس فيه كذب، سواء في الفعال أو في الأقوال، بل كم من يمين غموس وزواج وطلاق وكله اختلاق، يعني كثير من الأدوار يكون فيها اليمين الغموس، يأتي الممثل فيقسم بأنه حدث كذا أو كذا، وهذه يمين غموس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوعيد الشديد على ذلك، وإنما سميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. وكذلك الزواج، فقد يتزوج المرأة وقد يطلق من كانت امرأته في الواقع، يعني قد يكون الرجل وامرأته يمثلان دورا من الأدوار فيطلقها في المسلسل، يقول أنت طالق طالق طالق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أي لا ينبغي التلاعب مثل هذه الألفاظ الشرعية، فلا يجوز الهزء بها ولا الضحك والسخرية بهذه الألفاظ. والكذب في الحقيقة من أدواء الأدواء، ويطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب عياذا بالله. سابعا، التمثيل بنوعيه الديني والترفيهي ردة فعل لدى المنهزمين من المسلمين لمحاكاة ما لدى الأمم الكافرة من أساطير وإلياذات وهمية منسوجة يهرع إليها الناس، لأنه طبعا كان يعرف في يعني حضارة الإغريق وخصوصا حضارة اليونان الإلياذات، وهي أساطير تحكي يعني أمورا وثنية هي من شعائر دينهم، فكانت أسطورة يعني أسماء يعني إغريقية قديمة كانت عندهم إلياذات وأسطورات وملاحم، وصار المسلمون يقلدونهم في ذلك وينسجون على منوالهم. والتمثيل الديني يأتي ويتسلق إلى تمثيل الأنبياء والصحابة من المهاجرين والأنصار وإلى عظماء الإسلام كافة. ثامنا، لما نشأت في صدر الإسلام ظاهرة القصص الكاذب، يعني في عهد عمر رضي الله عنه نشأت بدعة معروفة، القصص الكاذب، يعني القصاص والمذكرون، يعني أناس كانوا يقعدون على المنابر ويذكرون الناس بالكذب المختلق، يعني يخترعون قصصا ليس لها حقيقة وفيها تأثير على النفوس من أجل أن يعني يعظ الناس ومن أجل أن يعني يبين لهم فضل أمر من أمور الشرع. الآن يعني هناك الأمور الموضوعة، يعني مثلا تطبع أوراق في يعني عقوبة تارك الصلاة مثلا أو في عذاب القبر وليس لها حقيقة. يعني لما ظهرت هذه الظاهرة، ظاهرة القصص الكاذب في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، منع ذلك وشدد النكير على القصاص وعلى المذكرين،
وتوالت كلمة العلماء على إنكار ذلك وأنه دجل وتلاعب بالعقول وكذب مختلق لا يجوز، وتشويه لصورة الإسلام وشيوع للموضوعات والمختلقات. وقد أغنانا الله بقرآن يتلى، أغنانا الله بقرآن يتلى فيه أنواع القصص والعبر، بل فيه أحسن القصص. أليس لنا في كتاب الله شفاء؟ أليس لنا غنية في قصص القرآن؟ وهو القصص الحق، وهو أحسن القصص، ليس فيه شيء من الزيغ، وليس فيه شيء من الكذب، وليس فيه شيء من الخلل، هو قصص حق قصه الله سبحانه وتعالى علينا. فيكفينا أن نقص هذا القصص على المسلمين فيستفيدون منه العبرة والعظات، ولا نلجأ إلى هذا القصص الكاذب المختلق. وقد ألف العلماء في الإنكار عليهم، أي على الوضاعين والقصاصين، تآليف مفردة لشدة خطرهم وعظيم ضررهم. واليوم يعود الكذب بمسلاخ آخر، التمثيل. فبالأمس الحديث الموضوع، واليوم التمثيل المكذوب، كلا أو بعضا، وجعله قربة يحبب الإسلام إلى النفوس، يعني جعلوه قربة يحبب الإسلام إلى النفوس. وما أكثر ما سمعنا من أناس ينسبون إلى العلم يثنون على بعض الأعمال، يقولون مثلا هذا فيلم الرسالة، وهذا فيلم عمر المختار، وهذا فيلم صقر قريش، وهذا فيلم كذا وكذا، يثنون على هذه الأعمال مع ما تضمنته من المخالفات الشرعية الواضحة، تضمنت مخالفات شرعية واضحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لا يقرها حتى من أجاز التمثيل بقيود وضوابط كثيرة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: ألا إنها السنن المفروضة فاحذروا. هذه سنن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن؟ تاسعا: التمثيل محاكاة، والمحاكاة من خصائص القردة من الحيوانات، والمسلم منهي عن التشبه بالحيوانات، والله سبحانه وتعالى كرم بني آدم، فهل لا نترفع بالمسلمين فضلا عن آدميتهم عن هذا المستوى؟ عاشرا، وهذه مهمة فانتبهوا بارك الله فيكم، أجمع القائلون، يعني هذا إجماع يحكيه رجل يعني استقرأ يعني ما ألف في هذا الموضوع وما ذكر من فتاوى مبثوثة ومنشورة هنا وهناك، وهي عمدة من يجيز اليوم، يعني أجمع القائلون بالجواز المقيد، جواز ولكنه مقيد، أجمع القائلون بالجواز المقيد على تحريمه في حق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ونحن نلاحظ أنه كان قبل 20 سنة مثلا أو 30 سنة كانوا لا يجرؤون على تمثيل الصحابة، ثم مثلوا بعضهم، كانوا يمثلون حمزة بن عبد المطلب ولا يجرؤون على تمثيل الخلفاء الأربعة، ثم بعد ذلك مثلوا شخصية عمر رضي الله عنهم، فهم يقتربون شيئا فشيئا ويجيزون خطوة فخطوة، وهذا هو سبيل الشيطان، فإنه يتدرج بأصحابه دركة فدركة حتى يصير إلى الدرك الأسفل عياذا بالله. إذن أجمع القائلون بالجواز المقيد على تحريمه في حق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، يعني لم يجز أحد أن يمثل دور نبي، وعلى تحريمه في حق أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وولده عليه الصلاة والسلام، وفي حق الخلفاء الراشدين. إذن انظروا من أين جاء هذا الجواز الآن حينما مثلوا شخصية عمر، لا شك أنهم لم يلتفتوا بعد إلى فتاوى من أجاز وقيد، لأن هذه مصيبة في الحقيقة، ينبغي لمن تصدى للإفتاء كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ينتبه إلى الواقع، فإن هؤلاء لا يريدون قيودا لهذه الأمور ولا يريدون ضوابط عليها، وإنما يريدون استصدار بعض الفتاوى من أعلام تثق فيهم الأمة، ثم يذكرون ذلك في يعني مقدمات هذه الأفلام، يعني هذاك المقدمة ديال الأفلام والمسلسلات اللي تسمى جينيريك، يعني لا شك أنهم يذكرون بأن وافق على إنجاز هذا العمل يعني الأزهر الشريف أو فلان من الناس أو الشيخ القرضاوي مثلا أو غيره من الأعلام. لماذا؟ لأن هؤلاء لهم يعني حضور في قلوب الناس،
فإذا أجازوا شيئا فإنهم يقولون بأن الأمر لو كان فيه شيء من من التحريم لما أجازوا هؤلاء، وهؤلاء منسوبون إلى العلم ويخافون الله، إنما يجيزون ما أبحه الله سبحانه وهكذا. إذن انظروا كيف ترقى الأمر إلى الخلفاء. إذن هؤلاء الذين أجازوا إجازة مقيدة حرموا تمثيل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. هذا يذكره المصنف رحمه الله من باب التقدمة ليذكر إلزاما مهما وواضحا. قال: فنسأل المجيز مقيدا، نسأل هذا الذي أجاز وقيد ووضع بعض الضوابط. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهو الذي حرم صلى الله عليه وسلم المحاكاة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسلم على المسلم حرام، كل المسلمين تتكافأ دماؤهم وأعراضهم، كما جاء في خطبة حجة الوداع: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن حرمة المسلمين متكافئة. لماذا لا تمثل دور الخلفاء؟ لماذا لا تمثل دور الأنبياء؟ تقول جواما بأن لهم حرمة. طيب، أليس لبقية الصحابة حرمة؟ أليس لآحاد المسلمين حرمة؟ فالحرمة لا تتجزأ. ولذلك يقول رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هذا من عرضه الذي ينتهك، وهو الذي حرم صلى الله عليه وسلم المحاكاة وحرم الكذب. فلماذا نهدر هذه الحرمات في حق بقية سلف هذه الأمة وصالحيها، وفيهم العشرة المبشرون بالجنة وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمثل دور حمزة بدون نكير، ويمثل دور العباس رضي الله عنهما. قال: ولحمة قريش وسداها بمن أسلموا هم عشيرته وقرابته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بعترته أهل بيته، وهكذا في كوكبة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول: اللهم إني أبرأ إليك من إهدار حرمات المسلمين أو النيل منهم. يعني هذه حرمات تهدر، يعني نقول لمن أجاز تمثيل هؤلاء ومنع من تمثيل هؤلاء: هذا وضع مضطرب، لأن حرمة المسلمين واحدة. يعني لك تقول مثلا بأن تمثيل شخصية أبي حنيفة أو تمثيل شخصية صلاح الدين أيوبي ليس فيها حرج، فنقول: هل يجرؤ أحد منكم على تمثيل أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك من الأحياء من المعاصرين؟ أنتم تزعمون أنه ليس في ذلك إسفاف، وليس في ذلك يعني تعد على الأعراض. طيب، اكتبوا تمثيلية تمثلون فيها شخصية أمير من الأحياء وانظروا هل تستطيعون ذلك، وهل يقبل ذلك منكم، وهل يرخص ذلك لكم؟ لا تستطيعون والله. إذن هذا يدل على أن حرمة المسلمين تتكافأ، وأنه لا يجوز أن يعتدى عليها بتشخيص أصحابها. الأمر الحادي عشر: إن التمثيل الديني البدعي لا أظن وجود قائل يفتي بمزاولته في بيت من بيوت الله، كصحن المسجد الحرام وأروقة المسجد النبوي الشريف، وهكذا في سائر المساجد. وهذه حلق التدريس والوعظ تعقد في المساجد كابرا عن كابر إلى يومنا هذا. والتمثيل في نظر المجيز درس هادف، يعني الذين أجازوا بقيد قالوا بأن التمثيل هو بمنزلة الدروس الهادفة، بل صرح بعضهم بأن مسرحية واحدة تفعل في الناس ما لا تفعله مئة خطبة. هذا سجل وقيل، يعني يقول بأن مسرحية واحدة لها من التأثير على النفوس ما لا تفعله مئة خطبة. طيب، إذا كنتم تعتقدون أن التمثيل درس هادف، فلما لا تقومون به في صحن المسجد الحرام؟ أنتم تقولون بأن هذا التمثيل درس هادف ومستحب ومرغوب فيه، فهل يقول عاقل سليم الفطرة بعقدها في رحاب المساجد؟ اللهم لا، وإن فطرة المسلمين تأبى هذا، ولا عبرة بمن مالت به الأهواء فتردى. ثم ذكر توجيه تحريمه لموضوعه وما يفضي إليه، وهو مبحث طويل، يعني سنختصر اختصارا لكي لا يعني يضيق علينا الوقت.
لأنه ذكر 31 مسألة، ذكر 31 مسألة مما يعني يبين أن الأمر محرم لموضوعه وما يفضي إليه. سننتقي منها بعضها على سبيل الاختصار والإيجاز لنذكر بعض الشبهات فنجيب عنها إن شاء الله تعالى. إذن ذكر منها يعني أن المسلم لا يجوز أن يقوم بدور شيطان أو دور كافر بالله تعالى، هذا يعني لا يجيزه أحد من المجيزين. يعني الآن يمثل الرجل دور الشيطان فيضع على رأسه قرونا ويأتي يوسوس للناس يريد أن يبين وسوسة الشياطين، ألا يكفي في ذلك ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يكفي. يعني حينما نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعثمان بن أبي العاص لما شكى إليه أنه يجد وسوسة الشيطان في صلاته قال ذاك شيطان يسمى خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، يكفي هذا. فلا نحتاج إلى جعل هذه الشخصية والرجل المسلم يتشبه بأخص خلق الله سبحانه وتعالى وهو الشيطان، يعني أو عكسه كافر يقوم بدور مسلم. إن الذين يعني يرشدون الناس ويوجهونهم إلى متابعة هذه الأفلام وهذه المسلسلات والله إنه ليس عنده قيود البتة، لأن الذي يدلون عليه يحتوي على هذه المخالفات والزيادة. يعني الآن بعض الناس كيقولوا واش بس ما كاين تابعوا المسلسل الفلاني فإنه مسلسل مفيد ويمثل حقبة تاريخية من مجد الإسلام وكذا وكذا وكذا. طيب هذه القيود التي ذكرها العلماء الذين يجيزون، يعني من أجل من ذكر ممن أجاز مقيدا هو الإمام بن عثيمين رحمه الله تعالى. يعني كيقولوا بأن الشيخ بن عثيمين رحمه الله أجاز التنزيل، ولكن كيف أجازه؟ هل أجازه بهذا الإطلاق؟ يعني أجازه وهو يعني لا ليست له يعني عناية بذلك. هل تظنون أن الشيخ بن عثيمين أو غيره كانوا يجلسون ولهم شاشات وينظرون إلى هذه الأمور؟ وإنما ألقيت عليه بعض المسائل فأجاب، قال الأصل في ذلك الإباحة ما لم يمثل دور كذا أو كذا أو كذا أو كذا. طيب هذه الضابط لماذا لا تعتمدونها؟ من كتجيك تقول بأن رأى الشيخ بن عثيمين أجاز التمثيل، طيب الشيخ بن عثيمين لم يجز أن يمثل دور الكافر، والمسلسل الذي تشير إليه أنت فيه كفار بل وضعوا صلبان كبيرة من نحورهم إلى عوراتهم، هذا صلبان كبيرة تملأ بطونهم وصدورهم. طيب ها هو مسلم يمثل دور كافر ولم يجز أحد من العلماء، كيف تقول بأن من ينكر عليك متشدد ومتنطع وهلك المتنطعون؟ إذن ليس في هذا تشدد وليس في هذا تنطع. وهذا الإمام بكر رحمه الله تعالى وأيضا الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى الذي ألف إيقاف النبيل على حكم التمثيل وغيرهم ممن ذكر هذه الأمور وذكر ضوابطها. إذن لا ينبغي أن نكذب على الناس ولا ينبغي أن يعني نخون الناس وأن نغشهم، بل ينبغي أن نقول إذا كنا نقتنع بأننا لا ينبغي أن نتقيد بقيد فلنقل ذلك صراحة، أما أن نختفي وراء هؤلاء الأعلام وأن نجعلهم تكأة نتكئ على فتاويهم ثم بعد ذلك نترك جميع القيود وجميع الضوابط التي ضبطوا بها الأمر، فهذا لا يليق بمن كان صادقا وبمن كان يخاف الله سبحانه وتعالى. إذن مسلم يقوم بدور الشيطان أو يقوم بدور كافر بالله أو عكسه من كافر يقوم بدور مسلم أو مسلم يقوم بدور حيوان أو رجل يمثل امرأة أو عكسه، هذا كله لا يجوز. أو محاكاة معين أو تمثيل يكون فيه رجال ونساء وما يتبع ذلك من خلوة واختلاط ومصافحة وسفر بلا محرم، يعني كتكون مثلا مسرحية يشترك فيها ذكور وإناث ويقتضي العمل أن تعرض المسرحية في أماكن متعددة فتسافر الجوقة والفرقة كلها ومعهم نساء ليس معهن محارم. طبعا هذا نذكره على سبيل يعني الفقه وعلى سبيل العلم، وإلا هؤلاء في الغالب ليس عندهم تقوى وليس عندهم خوف من الله، وإنما في الغالب هم لا يقيمون للشريعة وزنا فيمثلون اليوم دور يعني رجل صالح وغدا دور رجل سكير أو رجل سارق أو رجل زان أو غير ذلك، لأنهم يجب أن يحسنوا جميع الأدوار، وهذا يعني هو شعار الممثل الناجح، يعني لا يكون الممثل ناجحا حتى تكون له القدرة
على تقمص جميع الأدوار التي تسند إليه. إذا قالوا له يعني مثل دور الشرير فيحسن تمثيل ذلك الدور، أو دور رجل يعني صالح فيحسن تمثيل ذلك، مثل دور رجل يعني طاغية وجبار وكذا يمثل ذلك، دور مسكين فقير وهكذا. إذن هذا من علامات يعني النبوغ عند هؤلاء. إذن قال أيضا هناك كشف العورات. الآن هذا المسلسل الذي يشير إليه الناس فيه نساء عاريات قد كشفن شعورهن، وفيه معازف وموسيقى، وهي أيضا لا يختلف أهل العلم على تحريمها. وأيضا فيه التزي بأزياء قد يسخر منها كاللحى المصطنعة والشعور التي توصل. الآن يكون هناك بعض الأدوار فيها يعني شخصيات لها لحى، ويكون البطل حليقا، وهذا من تمام أناقته، وليس عنده شيء من الوقت، وربما يعني يحتاج إلى يعني تمثيل تلك المشاهد، فيعني يضع يعني لحية مصطنعة، فيكون يعني بذلك ممن يسخر بهذه يعني الشعيرة وبهذه الفطرة التي فطر الله الرجال عليها. اشتماله على قول محرم من السباب والشتم واللغو والقذف والغزل وغير ذلك، هذا كله يكون في التمثيل، يعني يكون السباب ويكون الشتم ويكون اللغو الكلام الباطل الذي لا فائدة تحته، ويكون القذف. كم من ممثل يرمي غيره يعني الزنا، وهذا قذف محرم وصاحبه يستحق الجلد، لأن يعني هذه فرية، إلا أن يأتي بأربعة شهداء. وكذلك الغزل والتشبيب بالنساء هذا يكون ويكثر أيضا. واشتماله أيضا على تعظيم شعائر الكفر كالمعابد الكنسية والوثنية وبيوت النار، يعني الآن خصوصا مع هذه الوافدات الآن يعني تأتي بعض المسلسلات يعني من بعض البلاد التي ليست بإسلامية، ويكون فيها مشاهد فيها تعظيم للكنائس ولمعابد اليهود ولدور يعني النار للفرس، ونقول بأننا نشاهد تمثيليات، ولا شك أن النفوس تتشرب ذلك، لأن قضية النفوس يجب أن نعرف يعني كنهها وطبيعتها. الإنسان إذا ألف النظر إلى المحرم وإلى الكفر وإلى البدعة وإلى الزندقة فإنه يتطبع بذلك حتى يهون الأمر في عينه. وإننا الآن لو قدر ونشر أجدادنا وأجداد أجدادنا وتجولوا في أسواقنا ورأوا ما آل إليه أمر النساء اليوم، والله لخروا صرعى من شدة ما يرون. الآن احنا حينما نرى المتبرجات، يعني جدودنا الآن لو قدر ورأوا هذا الأمر يعني لا شك أنها تكون صدمة، لأنه شنو كان عندهم؟ كان عندهم الحياء التام، ثم بدأ الشيطان يلبس على النساء شيئا فشيئا، فبدأت المرأة تظهر بعض شعر ناصيتها، ثم ألقت يعني الخمار عن رأسها، ثم ألقت الجوارب، ثم أظهرت نصف الساق ونصف يعني الذراع، وهكذا تترقى حتى لم يبقى شيء إلا العورة المغلظة عياذا بالله. إذن هذا الأمر يألفه الناس حينما ينظر إلى الكنيسة، وينظر إلى الممثل يشرب الخمر ويعني يزني أو يفسق أو يغازل أو كذا وكذا، يتطبع النفوس. الآن يعني الإنسان، والله عليكم أنا ندرج معكم الآن، يعني كيكون دابا الرجل والمرأة ومعهم يعني بناتهم وأولادهم ويشاهدون هذه التمثيليات، أش كيكون فيها التمثيليات؟ يعني ربما يكون فيها غزل، وربما يكون فيها تقبيل وضم وكلام فيه خنا وفيه فجور، ومع ذلك يستحيي الآباء شيئا فشيئا، ثم يرتفع الحياء شيئا فشيئا، فتولي الطبيعة كتولي الأمور عادية. يعني كان في الزمن الأول إذا بدت لقطة عابرة فيها شيء من إخلال بالحياء كان الناس يفرون ويهربون وينفض مجلسهم ذلك، يعني ملي كيشوفوا غير شي لقطة ماشي هذيك كتلقى كل شيء كيضرب وجهه كل شيء كيهرب. لكن الآن لا، ربما يسأل الآب ابنته عن البطل والبطلة، واش داروا، واش وصلوا فين كذا، واش تزوجوا، واش تلقوا، واش تحبوا، واش كذا، هذا كله من باب التطبع والإلف لهذه المعاصي. فينبغي للمسلم أن يأنف عن يعني النزول إلى هذا الحضيض، وأن يربأ بنفسه عن مشاهدة هذه المخازي. أيضا اشتماله على بعض
الأمور ديال الشعوذة والدجل وغيرها، ونشر الأخلاق والعادات للكفار وللمبتدعة وللفساق. طبعا هذه المسلسلات مثلا قد تعظم، يعني هذا المسلسل التركي الأخير الذي يعني ظهر والذي يعني شد انتباه الناس حتى المتدينين منهم مع الأسف الشديد، يعني فيه تمجيد لابن عربي، وابن عربي الحاتمي هذا يعني رمي بالزندقة، رماه العلماء بالزندقة، يعني أمور، يعني هو قائد الحلول والاتحاد وصاحب الفصوص المكية، يعني له كتب قبيحة جدا حكم عليه العلماء بالزندقة، يعني يعظم ويفخم في هذه المسلسلات، يفخم ويرفع من شأنه ويجعل بمنزلة مؤسس الدولة العثمانية، يعني هو اللي كان عنده تأسيس الروحي للدولة العثمانية، وهذا كله من فعل يعني الـ يعني الـ يعني الـ المتصوفة، ومن فعل يعني أصحاب العقائد المنحرفة، وهذا من التشويه التاريخي، لأن الباحثين لا تظن أن الأمر يمر هكذا، فإن في الزوايا خبايا، يعني كين الباحثين الذين ينظرون إلى هذه الأمور ويقارنونها بأصولها مما ذكر في كتب التاريخ، فيعثرون على مواطن الخلل وعلى التزوير الذي قد يكون مقصودا أحيانا لتمرير بعض الأفكار ولتسويغ بعض يعني الأمور التي يريدون أن يصلوا بها إلى أشياء. أيضا قضية الخوض واللعب والاستهزاء وغير ذلك. المهم ذكر يعني قائمة كثيرة من هذه الأمور، وقصدي أنه ختم فقال: وهكذا في عدد من هتك الحرمات وما يفضي إليه من المحرمات، وبه يظهر أن التمثيل قد يجمع أسباب التحريم الثلاث لذاته ولموضوعه ولما يفضي إليه، وإنه لا تنفك الحرمة عنه إن حالا أو مآلا. ثم ذكر يعني بعض شبه المجيزين ولا أستطيع أن أتعرض لها، يعني من الشبه قالوا بأن الملائكة كانت تتهيأ وتتشكل، هذه شبهة طبعا هي أضعف من أن يورد، لكن لا بد من الإجابة عنها. يعني قالوا بأن جبريل أتى إلى مريم العذراء فتمثل لها بشرا سويا، هذا هو التمثيل العمس، هذا تمثيل، لأن الملكة جاءها في صورة بشر، وأن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب، كان يأتيه في صورة دحية الكلب، وأن أضياف إبراهيم الخليل عليه السلام جاءوه في صورة بشر فأنكرهم ووضع لهم طعاما، يعني هذه يعني شبهة. طيب هذا تشكل حقيقي، الله سبحانه وتعالى أقدرهم على ذلك، فهل يستطيع الممثل أن يتشكل تشكلا حقيقيا؟ هو أعجز من ذلك وأحقر، إذن هذا لا شبهة فيه. وكذلك يعني يحتجون بقضية الأمثال، فإن الله سبحانه وتعالى ضرب الأمثال في القرآن: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، فالتمثيل من ضرب الأمثال، وهذا أيضا يعني ليس فيه شبهة وليس فيه متمسك، فإن الأمثال التي ضربها الله سبحانه وتعالى هي أمثال قولية وهي حكاية، أما التمثيل فهو تشخيص وفعل وحركات ومواقف، فاختلف هذا وهذا. وقالوا بأن بعض المؤلفين يعني ألفوا في يعني بعض المقامات كمقامة الحريري وككتاب ابن المقفع يعني كليلة وضمنه، وفي الحقيقة هو ليس كتابه وإنما ترجمه ويعني جعله على ألسنة الحيوانات، طبعا هذه كتابة وتأليف وليس فيها تشخيص وليس فيها تمثيل، إلى غير ذلك من الشبه يعني التي بعضها أضعف من بعض. أنا يهمني أن أذكر الخلاصة التي ختم بها إن شاء الله تعالى. قال: وهنا أذكر من ابتلي بشيء من أمر الفتيا أن يبصر حال الأمة ويبصر أوضاعها وماذا يراد بها، يعني كل من يريد أن يفتي بهذا الأمر ولو كان بتلك القيود، فليبصر حال الأمة وليبصر أوضاعها وماذا يراد بها، وليتوقع عند إصدار الفتوى من فتيا تكون سلما لتلك المآرب المهينة، ولا أرى الفتيا بالجواز المقيد بشروطه إلا ومصدرها مع التقدير، يعني بين عارضتين، يعني أنه يقدر هؤلاء، يعني لا يطعن في قدر ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن كان على شاكلته من الأعلام ممن أجاز بقيود وضوابط هذا الأمر. قال: إلا ومصدرها مع التقدير في غياب عن الساحة وما يجري فيها من توظيف التمثيل
لهدم مقومات الأمة، فستكون الفتية تكأة، أي سيتكئ عليها أصحاب التمثيل، فستكون الفتية تكأة ينطلق منها الآثمون مستبعدين لضوابطها الشرعية عند من أفتى بها. وقد فعلوا، أليسوا قد فعلوا؟ بلى والله قد فعلوا، واستبعدوا تلك الضوابط التي أفتى بها من أجاز التمثيل بتلك القيود والضوابط. ثم ختم بدعاء فقال: أيقظ الله المسلمين من غفلتهم وهداهم وأصلح بالهم، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.